يعني بعد كل هذه الارتفاعات القوية والقياسية على الأسواق الأمريكية، لن يكون غريبا أو مستبعدا أن تتراجع بنسبة 10%. التصحيح مستحق، ولكن السؤال هو متى ذلك؟ للإجابة عن السؤال نسأل سيد محمد المريري، مدير المنطقة العربية في شركة أوربكس، معنا من قبرص. سيد محمد، أهلا بك وشكرا على وجودك. متى التصحيح برأيك؟ يعني هل تتفق مع سيتي جروب في هذا الطرح أنه على الأقل سنشاهد 10% تصحيح خلال الفترة القادمة؟ أهلا محمد، يسعد مساك والمشاهدين الكرام. بالفعل يعني تصحيح منطقي منتظر للأسواق بعد كل الارتفاعات اللي رأيناها من أول عام لهلأ، مع توجه السيولة كمان يعني بشكل كبير نحو قطاع الأسهم نفس ما عم نشوف. قد نشهد هذا التصحيح مع نهاية هذا الربع، بداية الربع الثاني، قد تكون يمكن يعني عم نشوف مستجدات اليوم ظهرت على الأسواق وبجلسات أمس بارتفاع في عوائد السندات. ممكن يكون في توجه للسيولة نحو الاستثمارات بالعوائد الثابتة، هذا الشيء قد يقلل من السيولة الموجودة حاليا في أسواق الأسهم. فبالتالي بالفعل يعني نتوقع أنه التصحيح قريب قد يكون، وبنسبة قد تصل إلى 10% أو أكثر من هيك في حال كمان يمكن عم نشوف محمد أيضا توجه سيولة إضافية نحو استثمارات عالية المخاطر مثل العملات المشفرة والارتفاعات القياسية اللي عم تحققها خلال هالفترة. فبالفعل قد نرى تصحيح قريب ما بين يمكن نهاية هذا الربع بداية الربع القادم من هذا العام. طيب محمد، اليوم انا يعني سانظر للموضوع بنظره يعني تحليليه فقط معتمده على الارقام. عائد توزيعات اس ام بي 500 هو 1.48%، عوائد السندات الامريكيه حاليا هي 1.3% وربما ارتفعت عن ذلك قليلا، يعني الفارق بسيط، يمكن غدا ان تصبح صحيح، يعني يمكن ان تصبح غدا العوائد مساويه لعوائد الاس ام بي 500 كعوائد توزيعات. هنتحدث هنا عن شريحه من المستثمرين التي تبحث عن العائد الثابت والعائد بمخاطرة محدودة، ستكون حينها السندات أفضل. هل برأيك هذا هو ما سيسبب التراجع في أسواق الأسهم، أم أن الأسواق ستنظر في النهاية هناك أموال رخيصة قادمة حزمة تحفيز؟ دعونا ننتظر. يعني اللي صاير حاليا بالسوق هو تأخير طرح حزمة التحفيز، نفس ما عم نشوف قد تتأخر في طرحها أو ضخها في الأسواق. الأسواق أوريدي استوعبت هاي الأرقام اللي عم بتم ضخها من سيولة عالية في السوق، وبالفعل يمكن عم نشوف يعني في بعد مع تراجع أرقام عدد الإصابات اللي شدناها باليومين الأخيرين أيضا بالولايات المتحدة بفيروس كورونا، يمكن هذا الشيء عطى المستثمرين نظرة نحو استقرار أو الوضع وقرب اتخاذ يمكن البنك الفيدرالي خطوة نحو تخفيف هاي البرامج التحفيزية المطروحة هاي في الأسواق. يمكن هذا الشيء شكل ضغط بنوعا ما على أسواق المؤشرات اليوم شفناها عم تشهد بعض التراجعات. بس حسب مسح حجارة بنك أوف أمريكا، ما زال يمكن المستثمرين بس فقط 13% من المستثمرين بينظر إلى أنه أسعار الأسواق في الأسهم حاليا هي عبارة عن فقاعة. أكثر من 53% ما زال مؤمن بأنه الاتجاه السعري نحو مزيد من الارتفاعات قد نشهده خلال هذا العام. فبالتالي ما زال يمكن إيمان المستثمرين نحو التوجه للاستثمارات بأدوات مالية ذات يعني عائد. ليس بالضرورة أن تكون ارتفاعات عوائد السندات يعني مؤثرة بشكل سلبي على أسواق الأسهم، قد يكون هذا يعني أمر مؤقت. على كل حال أنا أشكرك على كل هذه التحليلات أستاذ محمد المريري، وأنت مدير المنطقة العربية في أوربكس. شكرا جزيلا لك.